هو فنان متعدد المواهب، يوميته تختلف عن يوميات باقي الرسامين، يقضيها متنقلا بين مدارس وهران. استطاع من خلال إبداعاته هذه أن يغير وجه هذه المدرسة الابتدائية ويحولها إلى تحفة فنية رائعة، من خلال جداريات امتزجت فيها الرمزية بالواقعية لتتصدر القضية الفلسطينية المشهد، مع أن الصورة صامتة إلا أنها تحمل في ثناياها الكثير من الدلالات. كاين بعض المدارس راه محتاجه لهذه يعني هذا الشيء اللي يعني التزيين هذا، ونتمنى ان شاء الله من كل المؤسسات هنا لمدينه وهران هنا ان شاء الله يساعدونا ان شاء الله باش نزينوا كل المؤسسات تاعنا، يعني مؤسسات التربويه. مدرسه من تكون جميله وفيها الالوان وتكون مدرسه يعني فيها يعطي طابع الجميل، الطفل يسيب راحته كما راك تشوفوا فيها الرسومات والالوان هذه. ابن مدينة عين الترك لا يقدم شروطا مسبقة ما عدا توفيره الطلاء وبعض المستلزمات البسيطة ليقدم هذه الروائع داخل وخارج قاعات التدريس. يعني وطريقة العمل كما راكم تشوفوا، يعني هما راه المؤسسة راهم يشروا الناس، يشروا الناس اللي عايشون لا بينتير واش ما خاص، ويعني انا ما نتشرطش، انا كاين مؤسسة اللي ما عندهاش نخدم له، ما نخدمناش حنا في سبيل الاطفال، وهذه صدقة جارية وفي سبيل الاطفال نخدموا لهم واش اللي نجمعوا عليه، الا كاين كاين ولا ما كاش ما كانش. كثيرون هم من يحترفون فن الجداريات بوهران، أملهم أن تفتح لهم هذه الفضاءات لتزيينها، وهو ما يوضحه ولد محمد مخيسي. ما رانيش اللي وحدي فنان هنا في وهران، كاين بزاف الفنانين الأصدقاء اللي معايا يحوسوا يعني يبادروا في هذه التظاهرة، يبادروا ويعاونوني. عمل فنان تصربية قال لي خويا حنا نجمو نجيو نعاونوك بينيفورمون، إلا كاين لا ما كانش معليش حنا نعاونوك. حنا ماذا بينا الأمنية تاعي، نتمنى إن شاء الله كل المدارس تاع المدينة تاع مدينة وهران والجزائر تكون بالألوان. قليل من الإمكانية ويد عاملة متطوعة، النتيجة فسح مجال الإلهام للطفل المتمدرس، ما من شأنه أن ينتج لنا مستقبلا مواطنا فعالا وإيجابيا.